والجهود ما تزال متواصلة، حيث أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب ضرورة التسيير الأمثل للمياه، وهذا خلال زيارة تفقدية قطاعية لولاية غليزان. يقول طه شعبان: وصلت نسبة ربط التجمعات السكانية بشبكة المياه الصالحة للشرب بولاية غليزان إلى 97%. وزير الموارد المائية حسين السيب، وخلال تدشينه لمشروع ربط المياه شاروب لأكثر من 80,000 نسمة بكل من عين طارق، عم موسى، ولجا، وحد الشكالة، أكد على ضرورة تسيير الأمثال لهذه المادة الحيوية. كل البلديات 38 بلدية تستفيد من المياه يوميا، والبعض منها تستفيد من المياه الصالحة للشرب يعني على مدار 24 ساعة إلى 24 ساعة. فيه مشاريع في طور الإنجاز، نذكر على سبيل المثال تحويل المياه من 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 محاولة الماو اللي يجيب المياه تحديد البحر اللي تنتج على مستوى محطة المقطع على مستوى وهران. 15 بلدية راح تستفد وتؤمن نهائيا. وبفضل الاستثمارات الكبرى في قطاع الري، بلغت المساحة المسقية بإقليم غليزان إلى 32,000 هكتار. كما استفادت الولاية من إنجاز مشروع هام يؤمن مدينتي غليزان وودرهيو نهائيا من الفيضانات.